إذن مشاهدينا الكرام، مباشرة ننتقل إلى النقاش في شقه الأول المتعلق ببداية العهد التناسلي للقمة الغربية وتحضيرات على قدم وساق جارية بالجزائر من أجل إنجاح هذه القمة. الدعوات تقريبا كلها وجهت إلى القادة الغرب، فيما أكد هؤلاء جميعهم حضور لهذه القمة. من أجل التحاور في هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ والدكتور ناصر سليمان الخبير الاقتصادي، وسيكون معنا كذلك بعد قليل دكتور إسماعيل دبش المحلل السياسي. أهلا بكم دكتور، يا مرحبا. أهلا بك أخت ريما وبالسادة مشاهدي قناة الشروق نيوز. سليمان ناصر يعني الأكثر. أهلا أهلا أستاذي، مرحبا. اليوم نحن نتحدث عن العهد التنازلي لهذه القمة الغربية المزمع إجراؤها في الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل. تأكيد حضور القادة العرب له من الأهمية الكبيرة من أجل إنجاح هذه القمة أستاذ. حبينا نتكلموا في الشق السياسي ولا في الشق الاقتصادي ولا في أي؟ كلاهما أستاذ، كلاهما تفضل. نعم كلاهما تفضل أستاذ. طبعا يعني هو نحن نعرف ان بان اذا كان تكلمنا من جانب سياسي، نحن نعلم بان يعني الخلافات العربيه كبيره وكبيره جدا، خاصه يعني فيما يتعلق بمشكله القضيه المركزيه للعرب وهي فلسطين. ونحن نعلم مع الاسف انه العرب انقسموا الان معسكرين، معسكر يعني يسعى نحو التطبيع او الهروله كما عبر عنها الرئيس، ومعسكر يمانع يعني هذه الهرولة وعلى رأسها الجزائر، وكذلك يعني خلافات بينية يعني ربما يعني عميقة نوعا ما كالخلاف الجزائر مع شقيق المغرب، وكذلك يعني الأوضاع يعني الأمنية المتدهورة في كثير من البلدان العربية مثل سوريا مثل ليبيا مثل اليمن مثل العراق إلى آخره. فأعتقد أنه كل هذه الأمور ربما يعني تشكل عائق وتحاول أن تلم، لأن هذه الأحداث كلها يعني أفرزت نوع من الاختلاف العميق أو الاختلاف في وجهات النظر العربية. ولكن مع ذلك يعني القمة العربية نظرا لدور الجزائر ووزنها وثقلها وربما مصداقيتها لدى الكثير من الدول العربية جعلتها يعني تحترم رغبتها في لم الشمل العربي، وكذلك بما في ذلك لم شمل الإخوة الفرقاء في فلسطين إلى آخره. يعني نتمنى أو أن تقلل هذه القمة العربية بالنجاح، يعني ولو يعني بنوع ما أو بحد معقول من التضامن العربي أو نسيان هذه الخلافات، خاصة كما قلت الخلافات البينية أو الخلافات العربية العربية. بالنسبة للشق الاقتصادي أعتقد بأنه يعني الكثير من الاتفاقيات العربية أمضيت في هذا المجال يعني لتشجيع التعاون الاقتصادي العربي وعلى رأسها يعني منطقة التجارة الحرة العربية. ولكن أيضا منطقة التجارة الحرة العربية تعاني من بعض النقائص، لا أقول في النصوص وإنما في التطبيق، خاصة أنه الكثير من الدول يعني ربما لا تحترم هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالإعفاء الجمركي لكثير من السلع او الواردات اليها، وعلى راسها يعني اخص بالذكر الواردات الفلاحيه. يعني اصبحت الدول العربيه كلها يعني بحكم ان قطاع الفلاحه قطاع هام جدا لكثير من الدول العربيه والذي يضمن يعني الامن الغذائي للبلد بنسبه كبيره، فاصبحت كثير من الدول مع الاسف العربيه ممضيه على اتفاقيه التجاره الحره العربيه ولكن لا تحترم هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالإعفاء الجمركي، خاصة بالنسبة للمنتجات الفلاحية. وأعتقد جزما وهذا رأي شخصي أن القمة العربية ربما تعطي مجال أكبر أو حيز أكبر للجانب السياسي كما قلت لك منذ قليل، نظرا للخلافات العربية البينية الكبيرة. وربما يعني الجانب الاقتصادي سيأخذ هامش، ولكن هامش أقل أو مساحة أقل من الجانب السياسي،
نظرا طبعا للظروف الراهنه التي تمر بها الدول العربيه. نعم دكتور، ونحن نتحدث عن الشق الاقتصادي، ربما كما ذكرت أن مساحه الشق السياسي ستكون اوسع منها مساحه من الشق الاقتصادي، ولكن نحن نعلم جميعا انه في تدخلات اجنبيه ربما ليس من صالحها ان تتصالح الدول وتنهى هذه الخلافات بين الدول العربيه خدمه لمصلحه هذه الدول الاجنبيه او التدخلات الاجنبيه. والله صحيح، يعني هذا يعني اكيد ومؤكد، يعني ربما اوضح مثال وابسط مثال هو اتحاد المغرب العربي. كان بالامكان يعني مثلا ان نمضي بهذا الاتحاد الى ارقى درجاته من التعاون والتكامل الاقتصادي، لانه لدينا تنوع كبير بين الدول الاعضاء، يعني من ليبيا شرقا الى موريتانيا غربا، سواء يعني دول تملك مصادر كبيره في الطاقه مثل الجزائر وليبيا، دول تمتلك امكانيات فلاحيه كبيره مثل الجزائر وتونس والمغرب، دول تمتلك امكانيات كبيره في الصيد البحري مثل موريتانيا، التعدين او المعادن او المناجم، يعني تقريبا كل الدول يعني تتمتع به بدرجات متفاوته وبمختلف يعني الانواع من هذه المناجم. ولكن نحن نرى انه مشكله الصحراء الغربيه التي يعني المفروض أن الامم المتحده تقوم بواجبها ك يعني كاخر قضيه لتحقيق الاستعمار في افريقيا، ولكن نحن نرى مبعوث بعد مبعوث والتماطل من سنه الى سنه اخرى، يعني منذ تفجر هذه القضيه منذ سنه 1975 ولا زالت تراوح مكانها ولم تجد حل. واعتقد بانه هذا متعمد ومتعمد جدا حتى لا يتكتل هذا الاتحاد المغاربي، لانه انا متاكد انه سوف يشكل قوه يعني اقتصاديه كبيره، وهذا ليس من باب الشعبويه، ولكن صراحه سوف يشكل في حاله نجاحه بين قوسين قوه اقتصاديه كبيره في جنوب المتوسط، نظرا لحجم سكانه ونظرا لتنوع يعني موارده الطبيعيه. ولكن مع الاسف كما قلت هناك قوى لا يعني تريد لهذا التكتل او لهذا التكامل العربي اللي هو يعني مثال او بسيط للتكامل الاقتصادي بين الدول العربيه، لا تريده ان ينجح حتى لا ينافس ربما يعني تكتلات قريبه مثل الاتحاد الاوروبي وغيرها. نعم، أدعوكم أستاذ للبقاء معنا عبر خط الهاتف. نعود إلى ضيفنا المتواجد معنا والذي التحق لطوب بلاتو والشروق، الدكتور إسماعيل دبش المحلل السياسي. أهلا بكم دكتور، يا مرحبا. ونحن في إطار الحديث حول القمة الغربية الذي بدأ ربما قدها التنازلي بما أنه بخلها ربما شهر هكذا، اليوم تأكيد القادة الغرب على الحضور لهذه القمة له جزء من نجاحها. رحيم، أول النجاح الأول هي الجزائر في حد ذاتها، وأنا اعتقادي أن التقبل العربي لمواقف الجزائر انعكس في آخر حدث للعمل العربي المشترك، عندما لعبت الجزائر الدور الأساسي في تشكيل لجنة عربية للاتجاه نحو روسيا وأوكرانيا لإيجاد حل سياسي من وزراء عرب، هذا مبادرة جزائرية، معناها هناك توافق عربي أن الانحياز لطرف ضد طرف غير وارد، وهذه هي السياسة الأصيلة والأصلية للجزائر. الجزائر لا تريد أن تقف طرف ضد مع الغرب ضد روسيا أو العكس، والعكس صحيح، ولهذا نجد هذا التوافق تشعب كذلك من خلال زيارات التي قام بها رئيس الجمهورية شخصيا إلى مصر وإلى دول الخليج، والتي أذابت كثير من الخلافات الثنائية في المشرق العربي بين الدول، بين وعززت العمل العربي المشترك. كذلك أن الموائل القضية التي بقيت الجزائر صامدة فيها هي القضية الفلسطينية، والتي تؤكد الجزائر فيها على لابد من إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس بمعنى القضية المركزية، تم تأكيدها في اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي أكد أنه لا يمكن لأي تسوية مع أو تعامل مع الكيان الإسرائيلي إلا بالانسحاب إلى حدود 67
وتشكيل دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، بمعنى حتى الدول التي قامت بالتطبيع لها نفس الموقف، وهذا اتفاق في كل القمم العربية، وكذلك يعكس قرار الأمم المتحدة 242. والحقيقة هذا المطلب هذا هو الحد الأدنى، لأن الأصل أن الكيان الإسرائيلي هو محتل لفلسطين، وبالتالي هذا حد أدنى مؤقت لإيجاد حل لتسوية هذا الوضع. الجانب الآخر أن التصميم على أن القضية المركزية هي إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس معناها إضعاف للكيان الإسرائيلي، لأن الكيان الإسرائيلي أصبح له توسع لا يهدف فقط إلى ضرب العالم العربي أو ضرب استقرار العالم العربي والدول العربية وإفريقيا، بل يهدف إلى تفتيت الدول العربية. وأنا أكثر من مرة أكدها، دول الخليج بدأوا يعون بهذا الخطر الكبير، لأن الكيان الإسرائيلي لا يهمه، ليست له علاقة صداقة دائمة أو تعاون دائم مع الدول، ما يهمه هو كيفية تحقيق المشروع الصهيوني سواء في العالم العربي أو في إفريقيا. واعتقادي أكبر قنبلة موقوتة موجودة الآن هي في الخليج العربي، في دول الخليج، أن سكانهم 90% ليسوا عرب، وبالتالي غدا يمكن أن يضغط الكيان الإسرائيلي وحلفائه على إعطاء حق الانتخاب ل 90% من سكان دول الخليج، وبالتالي يصبح أنظمة الخارج أقلية، وبالتالي يصبح السلطة ليست في يد العرب. وهذا يعكس حقيقة أن عمل خطير جدا، ويبدو لي أن كثير من المحللين من الكويت، من السعودية، من الإمارات يؤكدوا ذلك، ويطالبون دول الخليج بإيجاد تسوية للوضعية عن طريق العمل العربي المشترك، وهذا محطة يجب أن تكون في القمة العربية القادمة. النقطة الأخرى كذلك أن كثير من بعض الإعلاميين، خاصة الذين لهم تكيف مع الإعلام الصهيوني، كانوا يروجون لعدم انعقاد القمة في الجزائر. صحيح. بسبب ماذا؟ بسبب أن هناك خلافات ثنائية بين الدول. هذا جهل لحقيقة القمة العربية. القمم العربية ليست من أجل تسوية خلافات ثنائية، القمم العربية من أجل اتخاذ المحاور الكبرى للعمل العربي المشترك. وهذه المحاور الكبرى مثل قضية فلسطينية، مثل ما أشار زميلي الآن في الجانب الاقتصادي، التكامل الاقتصادي مثل وغيرها، يمكن أن تؤسس لإزالة وذوبان الخلافات الثنائية. كثير من القمم العربية انعقادها، وأنا اعتقادي سوف ذلك يتأسس في القمة العربية القادمة. مثلا القضية الخلافات العربية حول العلاقات الثنائية بين مع سوريا. الجزائر طبعا لها علاقة جد قوية مع سوريا، وبعض الدول العربية كثيرة مثل هذا النوع، ولكن بعض الدول ليست لها علاقات تقاطع سوريا، ولكن كل الدول العربية الآن لها استعداد للمصالحة مع سوريا والتكيف مع سوريا. معناها القمة القادمة سوف يعلن فيه استرجاع أو الاستعداد للتكيف مع سوريا. موضوع إيران مثلا، موضوع إيران كثير من الناس كانوا يوظفون أن هناك دول للجزائر مواقف مختلفة مع دول الخارج حول التعاون مع الملف الأردني، وهذا غلط. الجزائر ليست لا تقف لا مع إيران ولا مع أي طرف، تقف فقط من أجل الحلول السياسية، لأنها تعتبر بأن الحروب والأزمات تؤدي إلى هدر الأموال العربية. وهنا الجزائر لها دائما اختيارات في أولوياتها في السياسة الخارجية. ما هي أولويات السياسة الخارجية التي يفترض أنها أولويات كل الدول العربية وكل الدول الإسلامية وحتى كل الدول المناصرة للحق ولو حق الشعوب في تقرير مصيرها، اللي هو أولوية قامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس؟ كلهم يتفقون على ذلك. لماذا يتفقون في الخطاب السياسي وعندما يأتون للتجسيد غير ذلك؟ الجانب الآخر يعتبرون مثلا أن الخلافات المغربية الجزائرية وحلفائه في الخارج قد يعيقون. أولا الحلفاء في الخارج كلهم أعلنوا المشاركة، معناها حتى ممكن المغرب حتى يشارك، وحتى بأعلى هرم في السلطة اللي هو الملك. أنا اعتقادي بالنسبة لقضية الخلافات الجزائرية المغربية معروفة، حتى المغاربة الإعلام، بعض المغاربة الإعلاميين الذين لا يتحفظون بالقول الحقيقة، أن المشكل في المغرب وليس المشكل في الجزائر. يعني أنت كإعلامية متميزة، لو نأخذ مثلا قضية تصفية استعمار الصحراء الغربية، أن النظام المغربي احتل واخترق الشرعية الدولية، إذا لابد من تسوية هذا الملف عن طريق إعطاء فرصة للشعب هذا في الساقية الحمراء والذهب للتعبير عن رأيه، هل ينضم إلى المغرب أو يكون
في حكم ذاتي او الاستقلال مثل ما عملنا نحن في الجزائر، قدنا حرب وخسرنا مليون ونص شهيد، وفي النهايه فرض علينا الاستفتاء وصوت الشعب الجزائري طبعا في ذيك الفتره الاستقلال. خلي هذا الراي، اذا لا علاقه له بالجزائر. النقطه الاخرى موضوع المخدرات التي اغرقت المجتمع الجزائري واغرقت كثير من المجتمعات المحيطه بالنظام بالمغرب. النظام المغربي ليس جاد في احتواء ذلك، بالعكس انه يشجع على غرس المخدرات وتشجيعها. النقطه الثالثه موضوع التوسع الى اخر شيء، كما اليرسوني هذا رئيس السابق لاتحاد علماء المسلمين لا ينطق هكذا، معنى هناك اعازات من المخزن عندما عبر عن التوسع حتى في الجزائر وفي موريتانيا وقضيه الصحراء الغربيه. هذا موضوع يجب ان يقف على حده، لان حدود المغرب محدده دوليا على مع الصحراء الغربيه ولا تمتد الى خارج الصحراء الغربيه، أو كما كان يريد المغرب في 1960 موريتانيا. الجانب الآخر أن موضوع التدخل في الشؤون الداخلية الدول، كثير من الناس ما اقتنعوش بأن النظام المغربي تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر أثناء الإرهاب، وهذا ما دفع بالجزائر لقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في 1964. هذه ما معناها؟ معناها أن النظام المغربي أكد لهم مرة أخرى في الأمم المتحدة عن طريق ممثله عمر هلال تدخل ومحاولة دعم حركة انفصالية في القبائل، رغم أن القبائل 100% ما عدا هذو الأفراد المعدودين بالأصابع لا يمكن أن يوافقوا إلى. وأنا هنا أحب نوجه رسالة باسم الجزائر الذين يراهنون على القبائل. قبائل ليسوا موجودين في تيزي وزوف وجايه فقط، موجودين في كل مكان. صحيح. ونعطيك حتى رؤساء بلديات في كل مكان، في بلديات اصلهم عرب والقبائل هم رؤساء البلديات. نعطيك انا في المسيله مثلا، يعرفوها في المسيله، خوجه هذا كان رئيس بلديه لسنوات لان الشعب يحبه ويصوت عليه. اذا احنا ما عندناش هذه فكره قبائلي وعربي، هذه راهي في اذهان الذين يريدون المس بالسياده. نفس الشيء ربما ينطبق استاذي على هذه القمه العربيه، لانه العرب عرب ولو كرهت هذه الدول. العروبه ما هي؟ هي انتماء. العروبه ليست دماء. ليست عرق. ليست من الذي يثبت انني انا لست امازيغي بحكم اني نهضر العربيه فقط؟ من الذي يثبت؟ ليست قضيه عربي امازيغي قبائلي، القضيه هي ان هناك انتماء للدين الاسلامي، انتماء للقيم، انتماء للمجتمع، انتماء للثوره، للتاريخ، الدوله الجزائريه. هذا هو الاساس اللي تجمعنا. وهنا نفس الشيء ينطبق على القمه العربيه، لانه كلنا عرب. ونتوقف ان الجزائر كم من دوله عربيه تحدها؟ تونس، ليبيا، الصحراء الغربية، والمغرب، وموريتانيا. تعرف قداه كيلومتر هذه؟ 1560 و2000 2042 3042 و900 تقريب 4100 كيلومتر. الدولة العربية الوحيدة التي تطل على معظم الامتدادات الاستراتيجية للدول العربية، سواء عن طريق البعد الإفريقي أو عن طريق البعد العربي. وكما تعرفين الجزائر ليست لها مواقف متطرفة، حتى في عهد عندما كان يصنف الجزائر بأنها اشتراكية وشيوعية ومع الاتحاد السوفيتي، كانت لها مواقف جد قومية وجد متكاملة مع العرب، حتى مع الملك فيصل رحمه الله عندما كان الرئيس هواري بن مدين والملك فيصل كانوا حلفاء. وأنا من هنا نقول لك ربما أبديت أشم رائحة محمد بن سلمان أنه فيه رائحة الملك فيصل، وبدأت له مواقف تاريخية في عدة قضايا دولية. نعم. أعود إلى الدكتور، متواجد معنا أستاذي عبر الهاتف؟ نعم معك. طيب اليوم نحن نتحدث كذلك عن الشق الاقتصادي، وجب التذكير أنه في توصيات منتدى تواصل الأجيال لدعم الأعمال الغربي المشترك أسسوا لمضاعفة الجهود الجماعية لمواكبة التطور العلمي وكذلك التحولات الرقمية والتكنولوجية التي يعرفها العالم المعاصر، ومجابهة التحديات الناجمة عنها من خلال تبادل الخبرات بين الدول الغربية. وهذه النقطة ستكون مدمجة في برنامج القمة الغربية
لهذا يعني شهر نوفمبر القادم؟ نعم، شوف يعني إذا كان نظرنا إلى العالم العربي أو ما يسمى بالوطن العربي كما كنا نسميه، يعني نحن لما كنا تلاميذ صغار ندرس في المدارس كنا نسميه الوطن العربي بهذا الاسم. لو يعني نظرنا إلى هذا الوطن العربي لوجدنا فيه حاليا، أتكلم حاليا، فيه سوق واعدة، يعني بالنسبة لعدد السكان مثلا حوالي 400 إلى 450 مليون نسمة. لكن يعني رغم أن التنوع يعني السكاني، عفوا عدد كبير من السكان، التنوع المناخي، التنوع في مصادر الثروات الطبيعية ما بين شرق الوطن العربي وما بين مغربي إلى آخره، ولكن في نفس الوقت نجد بأنه التجارة العربية البينية، يعني التي تمثل يعني نوع من تكامل الاقتصاد العربي حاليا، التجارة العربية البينية لا تمثل حاليا سوى 11% من التجارة العربية مع العالم الخارجي أو مع العالم، وحجم هذه التجارة لم يتجاوز 112 إلى 115 مليار دولار خلال السنتين الأخيرتين، بمعنى أن هذا الحجم ضعيف وضعيف جدا، ولكن في نفس الوقت نستطيع أن يعني ندفع به إلى الأمام ونطوره وننميه إلى آخره في ظل الظروف الراهنة، يعني كما قلت لك في ظل تنوع مصادر الثروات الطبيعية ما بين دول الوطن العربي. وأيضا مثلا نعطيك مثال بالنسبة لأزمة الطاقة التي يمر بها العالم حاليا. الآن مثلا أوروبا مقبل على شتاء صعب وصعب جدا، يعني شتاء خارج في ظل يعني قطع الغاز الروسي مثلا على أوروبا اللي مولها بحوالي حوالي 40% من احتياجاتها. الآن يعني هناك تخبط، هناك جري يمين ويسار من طرف الدول الأوروبية حتى تتدبر أمورها قبل فصل الشتاء. يعني شفنا وجدار إيطاليا، زيارة الرئيس للجزائر، شفنا وجدار إسبانيا، شفنا وجدار فرنسا إلى آخره. الآن المفروض هذا المشكل في ظل أزمة الطاقة العالمية بالنسبة للوطن العربي لا يطرح تماما. لماذا؟ لأن هناك دول يعني رائدة ومنتجين كبار لهذا الغاز في العالم، مثل قطر، مثل الجزائر إلى آخره. فلو كان هناك تكامل اقتصادي عربي قوي وتبادل تجاري وتعاون اقتصادي إلى آخره، فالآن يعني كما تقول الحكمة، يعني أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغارب. كنا يعني الدول العربية من محيطها إلى خليجها لا تقع في أزمة بترول ولا تقع في أزمة غاز وكذا، لأنه هذه الإعانات المفروض تصب لصالح الأشقاء العرب قبل أن نلبي حاجة مثلا إسبانيا أو إيطاليا أو أوروبا. وطبعا ما نيش نتكلم من الحاجة الحالية، لأنه عندنا أنابيب يعني منذ سنوات ولا منذ عقود راي تمد لهم الغاز، وأيضا عندنا عقود يعني طويلة الأجل لازم نحترموها باش ما نتكلموش بشعبوية، ولكن أتكلم على الزيادة. الآن مثلا في ظل أزمة الطاقة العالمية كل الدول في العالم ولا خاصة في أوروبا تطلب من الجزائر ومن قطر زيادة حصتها حتى تعوض هذا الغاز الروسي. الآن مثلا بالنسبة للدول العربية المفروض أنه لا تجد مشكلة بسبب لو كان هناك تكامل اقتصادي عربي، إضافة إلى أنه هناك مجالات كبيرة للتعاون، مثلا غير مجال الطاقة، مثلا هناك مجال المنتجات الفلاحية كما قلنا، يعني هناك دول ربما فيها طبيعة قاسية لا تعطي لها المجال أو الظروف غير مساعدة للنهوض بقطاع الفلاحة، مثل دول الخليج، دول صحراوية طبيعة قاسية إلى آخره. ولكن عكس مثلا دول المغرب العربي، عندنا مثلا فيما يتعلق بالصناعات التحويلية أو الصناعات الغذائية. ألو؟ نعم نحن في الاستماع، تفضل. عندنا مثلا بالنسبة لصناعات النسيج، فمثلا نحن نعلم بأن الشقيقة مصر عندها تجربة رائدة جدا في ما يتعلق بتجربة النسيج، بحكم أنه المادة الأولية التي تتمثل في القطن موجودة عندها في أراضيها. فكل هذه المقومات كانت المفروض أن تساعد على تكامل الاقتصاد العربي. في حضرتك أشرت إلى نقطة مهمة ومهمة جدا، ما هي؟ وهي أن هذا الجيل الذي أشرت إليه حضرتك بأنه اجتمع مؤخرا، هذا الجيل الجديد من الشباب في كل الدول العربية نجده متفتح على التكنولوجيا، متفتح على الإبداع، متفتح على ما يسمى بالتكنولوجيا المالية، على الشركات الناشئة إلى آخره. أنا أراهن على هذا الجيل يعني أكثر من الجيل السابق ولا الجيل الحالي، يعني الجيل المستقبلي سوف يكون ربما هو الأداة المساعدة في التكامل الاقتصادي العربي،
خاصة في مجال الخدمات وبالأخص بين قوسين فيما يتعلق بالتكنولوجيا والخدمات المالية إلى آخره، لأنه الآن الجيل الجديد هذا له قدرة عجيبة على التأقلم والتحكم في التكنولوجيا كما تفضلت حضرتك، يعني في هذه النقطة المهمة خاصة فيما يتعلق بالتكامل في مجال الخدمات. نعم، كان هذا في الشق الاقتصادي، نشكركم جزيل الشكر دكتور على تدخلكم معنا. نستمر في هذا الموضوع مع الدكتور دبش، لأنه كما ذكرت في الأول المساحة السياسية تغلب على الشق الاقتصادي لهذه القمة. تفعيل دور جامعة الدول العربية في تسهيل جهود التسويات السياسية أو التسوية السياسية والذهاب للحوار شيء مهم قبل أن يتأزم الأمر بين دولتين. أولا لابد أن نعمل ملاحظة أن الشق السياسي والشق الاقتصادي انتراكتيف، لا يمكن ابدا، بالعكس الازمات التي يعاني منها العالم العربي بسبب الشق الاقتصادي. لو كان فيها اداره متميزه للشق الاقتصادي لتعبر عن تكامل لا تم ابعاد هذه التدخلات الاجنبيه والاستفزازات، لان الاجانب لماذا هم موجودين تدخلات بسبب الموارد العربيه؟ اذا في النهايه الاصل في الازمه هي المال الاقتصاديه، وبالتالي على العرب ان اداره الملف الاقتصادي بعمل تكاملي بعمل عربي مشترك لتفعيل العمل السياسي. كم من كان عندنا قوميين وعبعثيين وناصريين سياسيا لكن لم تتجسد في الميدان بسبب تغييب العامل الاقتصادي. لا بد من إدارة العامل الاقتصادي في إطار تكامل، في إطار بنية تحتية قوية للذهاب إلى التكامل السياسي. نأتي إلى سؤالك. أنا اعتقادي جامعة الدول العربية ما هي؟ جامعة الدول هي دول. جامعة الدول العربية هي عمارة موجودة في ميدان التحرير في مصر في القاهرة. معناها الأمين العام أو العناصر الموجودة هم ينفذون سياسة بلدانهم. إذا الخلافات والتباينات الموجودة خارج الجامعة هي التي تدير جامعة الدول العربية، لدرجة أن في وقت ما أصبحت جامعة الدول العربية طرف ضد العمل العربي المشترك. أهم شيء يميز العالم العربي المشترك هو رفض التدخلات الأجنبية، فإذا به نجد جامعة الدول العربية تثمن وتدعم التدخل العسكري في ليبيا، تدخل الحلف الأطلسي في ليبيا، وتثمن وتدعم التدخل العسكري في سوريا، وتثمن وتعمل لتزكية الحرب ضدها في اليمن. هذه كلها ملفات يفترض لو كان فعلا جامعة الدول العربية هي سيدة الموقف لاتجهت اتجاه آخر إلى حلول سياسية داخلية داخل البنية العربية داخل العمل العربي المشترك. أنا اعتقادي الآن بدأت الدول العربية لا أقول تتفطن، نتيجة أن الأنظمة في ذاتها أصبحت ضحية للمنظومة الغربية بما فيها السعودية. التدخلات الابتزازات التي تشاهدها السعودية الآن هي نتيجة التدخلات الغربية بصفة عامة بما فيها عملية ابتزاز الخاشقجي ومحاولة كسب المال عن طريق هذه الابتزازات وكذا. إذا السعوديين بدأوا يعون بذلك، ولهذا نجد أن الآن فرصة العرب هي في القمة العربية القادمة. نعم، طيب نتحدث كذلك عن موضوع آخر، وهي أنه اليوم يجب على الجزائر أن تتخذ هذه كفرصة لها من أجل استعادة الأجندة الحقيقية التي تمثل الشعوب العربية، وليس أجندات بعيدة جدا عما يطمح إليه المواطن العربي وخاصة المواطن الجزائري. خلينا نكون واقعيين. أنا اعتقادي قبل ما نقول الشعوب عليها كذلك أن تتدارك الأخطاء التي وقعت فيها الشعوب الثانية كلها ليست بريئة. يعني نعطيك نموذج، عندما أوباما في سنة 2009 عمل خطاب في القاهرة قال نعول على الشباب لتغيير الوضع في العالم العربي. اللي يحب يقرأ خطابه ما يجده، قالها في الفقرة الأخيرة حتى ما ينتبهش لها السياسيين والأحزاب وكذا، لكن هي تنفذت ميدانيا. ضربت العالم العربي ككل، كل الدول العربية مسها ما يسمى بالربيع العربي،
من البحرين إلى الإمارات إلى سوريا إلى ليبيا إلى العراق إلى كل الدول العربية، تم مسها ما يسمى الشعوب، تم توريطها عن غير وعي، عن غير وعي تم توريطها في هذا المسار الذي أدى. ولهذا نجد نفس الشعوب التي قامت في 2011 نفسها الآن تطالب بعودة الأنظمة السابقة، لأنهم يعانون من الفقر، يعانون من الجهل، يعانون من الأمراض، يعانون من غياب الكهرباء. من في ليبيا الآن كان الليبي يعيش الرفاهية المطلقة، كان الليبي ربما معدل الدخل نتاعه يصل إلى السادس ولا الخامس في العالم. يجد روحه الليبي الآن يتسول للحصول على امواله التي نهبت وسرقت. صحيح. اذا هذا كله نفس الشيء في سوريا. كيف يعقل ان في سوريا تقريب ما اكثر من 400 مليار دولار من اجل فقط هذه الازمه اللي عاشتها سوريا، كلها صرفت في السلاح وكذا. في العراق 2000 مليار، داعش وما داعش وما قبل داعش واحتلال العراق، في 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 ليبيا نفس الشيء. إذن هذا كله يخلي أن الشعوب عليها أن تتفطن. أنا أتمنى أن البيان الذي قرأ في وهران أن يصل إلى الشباب، أن يصل إلى الشباب سواء كمجتمع مدني أو كأحزاب أو حتى كفاعلين سياسيين على مستوى هرم السلطة، أن يتوجهوا نحو الأولويات. ما هي الأولويات؟ أولويات الشعوب بصفة عامة ما هي؟ التنمية، التعليم، محاربة الجهل، الصحة، البطالة، محاربة البطالة، السكن، عدة هذه أولويات. يعني أنا وش ندير بها الديمقراطية؟ كي تجيب لي تعددية حزبية سياسية اليوم يجي هذا وهذا غدوة في نفسي اللي يوصل ينسى الشعب. واضح. إذن أحسن حاجة هو نتجه مباشرة إلى أننا نتحمل مسؤوليتنا شعوبا وحكومات من أجل الرهان الأكبر هو التحديات الدولية، والرهان الأكبر هو التنمية لهذه المنطقة. إن شاء الله. نشكركم جزيلا الشكر دكتور إسماعيل دبش على حضوركم معنا.